علق جوهر، ولكن اللي يتفرج فينا يمكن مش فاهم شنو هي الحكايه. وانا علاش سالت هي وثائق مسربه والا وثائق رسميه؟ لانه كان عندي حديث مثلا مع حاتم المليكي الناطق الرسمي باسم نبيل القروي، فش يقول لي حاتم المليكي؟ يقول وانه هالوثائق هذه لا تتجاوز وكانها تجي في اطار حملات تشويه في علاقه بالمخابرات. الوثيقه يقول غريبه، يقول حاتم المليكي الوثيقة ليست موجودة في موقع وزارة العدل الأمريكية، يقول اللي أمضى الوثيقة هذه شخص لا علاقة له بالحزب، ويقول وأنه الحزب باش يقوم بنقطة إعلامية ليجيب، وعنده معناه باش يقوم بتتبع كل شخص روج لهذه الوثيقة اللي يقول حاتم المليكي وأنها مغلوطة. على ذلك أنا سألت من لول صاحب سمارة، قلت له نتحدث اليوم على وثائق مسربة ولا وثائق رسمية؟ شوف شو تحب يقول عدا هذا، ما عنده ما يقول، لأنه المسألة متاع مؤسسات اللوبيينج في أمريكا والتأثير على الرأي العام وحملات العلاقات العامة منظمة في الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى قانون يعود تاريخه لسنة 1938. ماذا يقول هذا القانون؟ أنه كل العقود التي تبرمها مؤسسات اللوبيينج مع شخصيات أجنبية أو أحزاب أو دول أجنبية يتم بالضرورة بالإلزام نشرها، يعني إعلام وزارة العدل بها. نعم. وتتولى وزارة العدل نشرها، نشر وثائقها. نعم. نشر العقود، نشر المونتان يعني المبالغ المالية، وخاصة نشر الأهداف من وراء هذه الحملات. وهذا ما تم بالفعل بالضبط. هذه الوثائق منشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية وموجود لليان سور فيسبوك. أنا مزلت البارح واليوم هبطت لليان اللي تدخل لليان يدخلك يدخلك مباشرة لموقع وزارة العدل الأمريكية للوثائق. يعني الأقسام تاعهم أوبن، محلول للناس الكل. محلول للناس الكل، يكفي أنه أي إنسان نجم يدخل على اليان، موجود على صفحات كثيرة في الفيسبوك منهم صفحات الخاصة، موجود اليان يدخل كليك يدخل ديركتومون للموقع وزارة العدل الأمريكية. موقع وزارة العدل الأمريكية. كيفاش تتم العملية؟ هو التصريح، تصريح يقوم به صاحب المؤسسة مديرها. المؤسسة هي نفسها مجبرة بمقتضى القانون، وهذايا لو الناس قرات بالقداء منصوص عليه في العقد، في العقد هذايا يقول لك راني في اي وقت النجم نعلن عليه، مش لانه بمقتضى القانون الامريكي هو يعلن في نبيل القروي في مقتضى هذا العقد انه ملزم بمقتضى العقد وبمقتضى القانون الامريكي انه يعلم وزاره العدل الامريكيه. يعني الفيون ديكلاراسيون، الفيون ديكلاراسيون اوبليغاتوار، تصريح وجوبي لدى وزاره العدل. هالوثائق هذه هي تصريح صاحب الشركه هذا اللي تعاقدوا معاه، يقولوا أنها وثائق مزورة أو وثائق غير رسمية. هي وثائق رسمية منشورة في موقع رسمي لدولة رسمية، وهي عبارة على التصريح اللي قام به صاحب المؤسسة. اثنين، يقولوا أنه من أمضى هذا العقد باسم نبيل القروي، لأنه هوني في الديكلاراسيون في الصفحة الأولى نبيل القروي، أن المستفيد من الحملة هذه هو السيد نبيل القروي. ثم نلقاه أيضا في الصفحة الثالثة من الوثائق أن المستفيد من هذه العملية اللوبيين هو نبيل القروي بصفته مرشحا لرئاسة الجمهورية لانتخابات 2019 بصفته تلك. الدات نتاع السينياتور، بصفته تلك، يعني نحكي على الدات نتاع السينياتور. لحظة واحدة، في أوت، شهر أوت الدات نتاع السينياتور. يقولوا انه اللي امضى العقد ماهوش نبيل القروي، يعني فما شخص اخر، هذا تاع الادعاء يحبوا يصدقوه، فما شخص اخر لا علاقه له بنبيل القروي، مشى تعاقد مع شركه هذه الكنديه من اجل حمله دعائيه وحمله علاقات عامه لصالح نبيل القروي، ودفع ديجا ليكيدي مليار، دفع 250 ألف دولار، لأنه فما 750 هو المبلغ الإجمالي من مليون دولار، دفع منهم ديجا 250 ألف دولار في الكونت هذايا بالسويفت، لكن بيان سور مغطينه، يعني موجود في الموقع
الكونت بنكير اللي تصبوا له فيه ديجا 250 الف دولار. يعني 750 وينتظر في شهر اكتوبر، هذا منصوص عليه في العقد، في شهر اللي قرا العقد بالكدا منصوص عليه في العقد انه في شهر اكتوبر مش يتم استكمال 750 الف دولار. يعني فما واحد حب يتحايل على نبيل القروي، حب يلصق نبيل القروي تهمه، مشى تعاقد مع شركه امريكيه صب لهم 250 الف دولار معناها 750 مليون توانسه باش يخرج لنا الوثائق المزوره هذه. هذا توا يعقل ويجد على اي انسان انه نبيل القروي ما عنده حتى علاقه بالموضوع هذايا او مش هو اللي عملها